الحقيقة مشكلة الحساسية الجلدية من المشاكل اللي بنقابلها كتير، وفي عوامل كتير بتلعب دور في ظهورها، والعوامل دي هي اللي بتخلينا نقول للناس يعملوا ايه عشان ما تأثرش عليهم وتظهر المشاكل. أهم هذه العوامل الخروف في الجو المترب، التراب اللي في الجو ده بيكون فيه هواء، في تراب خصوصا زي اليومين دول مع تغير الفصول بيبقى فيه هواء بيحمل أتربة، الأتربة في مواد عضوية بتظهر الحساسية. فعشان كده بقول للناس دايما لما الاقي جو وانا عندي حساسية مش مظبوط او متقلب ممكن اليوم ده اخده اجازه، اذا كان طفل صغير ممكن ما ندوش مدرسه، اذا كان راجل كبير مسن بلاش نخرج، اذا كان عندي شغل انا مضطر يعني ممكن اخد يوم ده اجازه. غير الاجواء وغير الاتربه في حاجات دايما لاحظنا ان هي بتزود الحساسيه عند الناس، زي بعض الاكلات، اكلات مثلا زي الحوادق، المخللات، السمك، الحاجات في البحر، اكل البحر عموما، البيض، اللبن، الجبنه القديمه، الفول السوداني، الفول السوداني ده مهم جدا، كمان الشوكولاته او الاكلات المحفوظه ممكن تزود الحساسيه وتزود اعراضها، فلازم ناخد بالنا منها. ثلاث اكلات مشهورين من الفواكه المعروفه، الموز، الفراوله، المانجا، الحاجات دي مريض الحساسيه يجب انه يتحاشاها لانها ممكن تؤدي الى ظهور الاعراض. الحاجه الاخيره التوتر، لاحظنا ان التوتر والشد العصبي من الحاجات اللي بتزود اعراض الحساسيه، عشان كده بنقول للناس بقدر الامكان اللي عنده حساسيه ابعد عن التوتر، ابعد عن الشد العصبي عشان انت تقي نفسك من ظهور اعراض الحساسيه.